الشيعة يفعلون كل قبيح وخبيث، وحينما لم يجدوا دليل على هذه الأفعال الشنيعة ينسبونها إلى الأنبياء. خرج علينا عدو الأنبياء الصلقلقي ياسر الخسيس زعما أن التطبير، ما الشيعي بيمسك السيف ويظل يضرب على رأسي أو على ظهري ويضرب ضربات شديدة حتى تسيل الدماء، يقول أن هذا فعل الأنبياء عياذا بالله، وأن الأنبياء طبروا هكذا على الحسين كما يفعل الشيعة الآن هذا التطبير على الحسين، وأن الله أدمى الأنبياء لتسيل دماءهم من أجل الحسين عياذا بالله. نفاجأ في الأحاديث الشريفة أن أنبياء الله العظام الله أدماهم حتى قبل ولادة الحسين عليه السلام من أجل أن تسيل دماؤهم موافقة لدم الحسين عليه الصلاة والسلام في كربلاء. يقصد هذا الصلقلقي الخبيث أن هذا التطبير اللي بيفعله الشيعة عياذا بالله يفعله الأنبياء، ولك أن ترى هذا المنظر الآن الذي سنراه بجوار الضريح المنسوب للحسين رضي الله عنه في كربلاء، وكأن هؤلاء عياذا بالله الشيعة يزعمون ذلك، وكأن هؤلاء الوقوف، وكأن مثلا هذا إبراهيم، هذا عيسى، هذا يونس، هذا إدريس، هذا سليمان عياذا بالله يظنون أن الأنبياء كانوا يفعلون هذه الأفعال. عمائم مزيفة حاولت تشويه صورة الإسلام العظيم.